We are ready to move forward together as one nation. Thanks very much. أنهى أوباما خطابه حول سوريا تاركا الجميع في مواجهة تساؤل: هل قدم الرئيس الأمريكي هدية إلى نظيره السوري بتأجيل توجيه ضربة عسكرية، أم أن التأجيل ليس أمرا مطمئنا لدمشق؟ صحيفة الواشنطن بوست، أحد أهم الصحف الأمريكية، طرحت إجابة لهذا السؤال نقلا عن معارضين سوريين بأن نظام الأسد سيزداد قوة بعد قرار أوباما تأجيل توجيه ضربة إلى النظام السوري. ربما لا يكون ذلك الرأي معبرا عن جميع الأصوات السورية المعارضة في ظل وجود من يمتلك قناعة بأن الكونغرس الأمريكي سيجيز شن الضربة، غير أن الأمر حتى الآن وإن كان كذلك فلا يمنع وجود ارتباك في المؤسسة الرئاسية الأمريكية تجاه سوريا. وتلك الرؤية أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تحليل تحدثت فيه صراحة عن أن قرار أوباما أصاب حلفاء لأمريكا بالارتباك، فأحدهم تحدث بلهجة المتفاجئ: نحن مستعدون لكل الاحتمالات، والمواطنون الإسرائيليون يعرفون ذلك جيدا، وليس من مصلحة أحد اختبار حجم قوتنا. وآخر تحدث بلهجة الغضب: ولا نكتفي بالشجب والإدانة، ولكن نطالب بأنه يستعمل المجتمع الدولي كل إمكانياته لوقف هذا العدوان على الشعب السوري. أما النظام السوري نفسه فارتدى ما يمكن وصفه بثوب احتفالي بعد موقف أوباما، إذ رأت وسائل الإعلام الرسمية في قرار أوباما بداية لتراجع في الدور الأمريكي، فيما بدأت الأوساط الرسمية في توجيه رسائل ساخنة إلى داعمي الضربة العسكرية. من الواضح التردد وخيبة الأمل التي كانت على لسان الرئيس أوباما يوم أمس، ومن الواضح الارتباك أيضا. لا يمكن أن يبرر أيا كان، سواء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو أي رئيس دولة أخرى، عدوانا لا مبرر له على الإطلاق. من المعترضين على قرار أوباما بتأجيل الضربة هناك من يرى أن النظام السوري حصل على فرصة لزيادة تحركاته على الأرض في الداخل وترتيب الأوراق مع حلفائه في الخارج. الثورة السورية عندما قامت لم تأخذ ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، مئات الألوف من الشهداء، ملايين من المشردين واللاجئين في دول الجوار، المدن السورية في أغلبها مدن مدمرة بواسطة قوات بشار الأسد. الثورة السورية سوف تستمر. مستمرة إذن المعارضة السورية، ومستمر أيضا النظام السوري، كل في طريقه. أما في الخارج فالاستعدادات لضرب النظام السوري تراجعت، واستمرت فقط المشاورات لإمكانية الضرب في وقت لاحق ليمضي الصراع السوري في يوم جديد تبقى فيه كل الاحتمالات مطروحة.